كلمة سابق قدامه 40 ورقة صغيرة جدا، حيكون معاكم القاط وعليكم انكم تقلبوا الورقة على الوش الثاني الملون، حتلعبوا في نفس الوقت واللي يخلص الأول هو الكسبان، ولكن لازم يضرب الجرس. مش هنبدأ غير لما تفضلي بليز أمل، تفضل أحمد، لما توقفوا مكانكم وتقولوا لي احنا جاهزين. جاهزين؟ إن شاء الله. أوكي. يلا حاسة عيد. يلا. برافو. عم نشوف انه طبعا السيدات اشطر مفروض يكونوا باستعمال الملقاط لانه بنستعمله تقريبا يوميا. اما احمد فما بعرف اذا هو لايس في الموضوع. اللعبه كثير صعبه وبدها كثير تركيز ونفسها صعبه. امل شكلها متقدمه بقلب الورقه. بدها تكنيك. ايه طبعا. تعال نشوف قد ايه عندها. احمد ما فينا نستعمل ايدينا اثنين، ايد واحدة بس تلمس الملقاط. لا ما في غش احمد، ما في غش، انا ما عم غش والله، ما استخدمت ايدي. ما بغش ما بغش. سوري انا لازم سوري. لو عايزين تحطوا ايديكم ورا ظهركم حطوها ورا ظهركم هيك بتريحونا. لا انا مش عم غش. عاملة مثل مراقبة الثانوية العامة. احمد بدي اقول لك شو بدي اقول لك. لا انت مقدمه هلا عنه لاحمد بس مش بكثير يعني ممكن. ايوه اكيد امل هتكسب ده ملقاط يعني الحريم اشطر اكيد يعني. مش دايما. رفيتها يا كبير. لازم نشوف. اموله شطوره كثير. انامله والملقاط يعني مش... انا هعمل عليكي حكايه في الانامل والملقاط دي. ايه طبعا بتحاول تكسب الجيم الثاني. امل واحمد كثير قراب على بعض بالمنافسه. شو قرب علي؟ ما زالت امل تتقدم بفارق بسيط. امل عندها يمكن شيء خمسة هيك علب. يا ترى مين حيضرب الجرس الاول؟ ومين حيضربني انا شخصيا؟ امل فاضل لها ثلاثة اثنين وداخلة على الثاني وبتركز في الثاني وبتحاول تقلب الثاني وبتقلب الاخيره وحتضرب الجرس الاخيره اللي لسه اتعلقت وحتعلقت لحظه علقت بالارض. هيدي كثير قاسيه. برافو. انا بفوز معنا بالوش الثاني. لحظه الحمد لله. انت اول وحده. انا قلت لك برافو لانك اول وحده. تفضلي تعالي نشوف. واحد صح بدنا ندقق بالموضوع. اوكي هولي كلهم مظبوطين 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 مقلوبين مقلوبين ومظبوطين مظبوطين. برافو برافو يا امل. برافو وتفوز امل بالوش الثاني واكيد بتاخد نقطتين نظيفتين وراح بس عادي عادي. ده ملقاط. حنشوف سوا مع بعض السكور واكيد كان احمد متقدم بنقطه وامل هلا صارت مع نقطتين وهي